أفاد تقرير جديد صادر عن نائبة سابقة في الكونغرس الأمريكي بأن شبكة الجزيرة القطرية تخالف قوانين الولايات المتحدة وتقوم بالترويج للنظام الإيراني والمنظمات الإرهابية. وأكد التقرير أنه يجب على الشبكة الكشف عن علاقاتها بالعائلة الحاكمة القطرية والتي استخدمتها لسنوات لتعزيز مصالح الدوحة السياسية في أمريكا. ويتهم التقرير قناة الجزيرة بالعمل كعميل غير معلن للحكومة القطرية في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب فارا، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علنا عن أنشطتهم. ويشير التقرير إلى أن قطر تمتلك وتمول وتوجه وتسيطر على قناة الجزيرة التي تستخدمها الدوحة لتعزيز أجندتها الخاصة في السياسة الخارجية.